زاروك حط عينه على حصان حلو كلش لونه أبيض من الاسطبل، سرقه وركب عليه وانهزم بيه بسرعة على الغابة. إي بس الأشرار همين كانوا على أحصنتهم ولاحقيه. زاروك هو وده ينهزم ومسرع وقع عن حصانه بلحظة. طبعا أكيد هاي مو بداية القصة. إيه والله صحيح، يعني جزء اللي قبل الخيول حلو كلش، تقدر تبدي من هناك. بلشت من هالجزء لأن الأسبوع الفات وقفنا هنا. زين ليش؟ عبالي إنه الوحمة تتضمن حرف الزاي والسين دلالة على اسم فارس أحلامها، وبس باوعت بالمراية مو منها تبدي همين. إيه صدق والله حقم الأولاد. إيه لما حكيت الأسبوع الفات كنت موجود، أبو زليش كان على الباب شايل سطل المي الحار، أمها كانت جودة تصرخ وهي تولد. زين تمام. مصطفى لما كان شايل المي الحار هو وراكض باتجاه الغرفة. زاروك نبدي القصص بكان يا مكان. زين حاضر كان يا مكان. كلش حارة احترق، كلش حارة كلش حارة، ما معقولة هاي المي تسلق. يلا وصلت، يلا على كيفك. انتبهوا انت خليك برا. شدي يلا بنتي شدي. مورتن مورتن حبيبتي لا تدفعين اكثر، الدكتورة قالت انه عندك ضيق بالسطح وبالقنوات، اذا دفعتي راح يطلع الولد راسه مثل كرسة الخبز. اسم الله عليه. مصطفى شنو رأيك تسكت وبعد ما سمعني صوتك ابدا؟ لك انت توترني زايد. انا علمك بس اقعد. مصطفى ان شاء الله تقومين بالسلامة يا حبيبتي يا عيوني انتي. شنو صار وياك يا خالتي؟ خلاص شويه وراح يطلع الولد، بس هاي الاذاعه اللي برا وترتني كلش. روحي سكتي هسه. حملي سكتوه حملي سكتوه. احنا حبيبتي منتظرينك. احنا سكتي الباب. حقي بك وضعها مو زين، خليني اجيب لها دكتور. عافيه ماكو دكاتره، اذا انت تقدرين نقضي الجنين. جدكم بنيه. احنا كان لازم ناخذها على المستشفى حقيبيك، جسمها ما تحمل النزيف اللي صار، خسرنا الطفل همين. ما كانت توثق بيه، هي كانت تعرف مرضها وانه تبقى عايشة بعد الولادة صعبة كلش، كل مالها واملاكها تركتهم للولد اللي جاي. تخيلي، لا مو بس هيك همين، ممنوع يفوت فلس واحد الداخل هالبلد قبل ما يتزوج هذا الولد، واذا صار شي للولد المصون الميتين مليون دولار وهالبيت راح يروحون لحساب الجمعيات الخيرية. ما معقول هالشي، اني ما دا صدق، ما تحملت قهر كل هالسنين على الفاضي، ما راح اسمح لك تسوين بي ابدا.
بس الولد مات. لا، بعد ما مات. استحلم. شوف. احكي ولد، احكي ولد، احكي ولد. عرفتك هناك لان عبالي متي، ما كان يخطر ببالي ارجع اشوفك واقفه قدامي هيك. قتلتني صح، اني مو نفس الشخص. لا تقلق ابد، اني ما جيت حتى احاسبك على اللي سويته بي. هالمره جايبت لك شغل. زاروك، بنتنا الحلوة قاعدة؟ هي دا ترضع. ما شاء الله عيونها تجنن. ايه بعدها صغيرة، راح يتغيرون يمكن. بعد ما راح ننهزم من شيء أبد. ما راح ننهزم، احنا راح نعيش على مود بتنا. يلا تنام، يلا تنام، لذبح لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق، اضحك على بنتي الحلوة لا تنام. يلا تنام، يلا تنام، لذبح لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق، أضحك على بنتي الحلوة لتنا. ترارارارارات ترارارارارات. ليش نورتن؟ البنت صارت جبنة هالقد، ما تخضيها طول النهار. حبيبتي خذيها حطيها بالفي. ايه مصطفى ايه، خلص قلنا لك تسوي لها مرجوحة، لا تحطيتها هناك. يعني من كل عقلك تريد أحط البنية عليها؟ هيك الوضع تمام؟ مش صدق تمام تحكين؟ ليش اذا انا استويت جوا هالشمس شلون هالطفله؟ تعالي بنتي تعالي، ابوك نخر راسي من النق. تعالي نورتن، تتذكرين المرجوحه اللي كانت عندنا بديار بكر؟ باكر راح اسوي وحده مثلها تمام، بس اكبر بالحجم واحطها هنا، وراح انيمك عليها بايدي، ووعدك هالمره راح تكون متينه وما راح ينقطع بينا الحبل ابد. نورتن والله طلع زوجك رومانسي كلش، على هالحال كل سنه راح تولدين بطن على ايدي. لك الله يسود وجهك. نامي يا روح أمش، أنتي أبوش جالبك هالسوار الحلو، فدو وش قد حلو. نامي حتى تكبرين حبيبتي يا حبيبة قلب وروح أمش. Thank you.
هاي لها. شنو كان اسمك انت؟ زاروك. البنية مريضة؟ لا، هاي مجرد وحمة ولادة. زاروك، بالنسبة لزاروك هسه بدأت حياة جديدة. مرت أشهر هواية وسنين هواية همين، بس وجع الست نورتن ما خف أبد. أنت عايشة؟ أنا ما أصدق إنه هي ماتت. هي ما ماتت مصطفى. أوكفي بنتي ما ماتت مصطفى. خلاص حبيبتي هيدي شوية، لا تبكون قدامي ولا تتصرفون كأنها ماتت. ولأنه زاروك كان العامل الأساسي بالشي اللي صار وياهم، ظل دي يتفرج عليهم من بعيد. ماسكي شوية. بنتي ما ماتت. تعالي. لو ماتت كان حسيت. يلا خلاص كافي. هي ما ماتت كان حسيت بيها. لا ما ماتت. ما ماتت. ندمان وقلبه محروق. زيليش عايشة حياة مزيفة بقلعتها الكبيرة، بينما زاروك دا يكبر بالشوارع اللي صار وتربى بيها من الأساس. زاروك آخر شي قرر أنه يروح ويدخل على حياة العائلة اللي دمر لهم إياها. زليش اللي كبرت من دون حب تحولت الأميرة من قصص الخيال. وقف وقف، لا تخليهم ينزمون. يلا دشوا وجهك على الحيط. اللي ما مسويكم يا جماعة كنت دا تشاقة. دير وجهك على الحيط. لك صدقني ما سوينا شي. زليش فكرت أن الوحمة اللي تتضمن أحرف الزاي والسين فهالشي يرمز الاسم فارس أحلامها المنتظر. لكان شلون وين راح القاك؟ لو أبوكي يسمح لك تطلعين من هالبيت كنا لقيناه، بس انت ما تطلعين. يظل خايف يصير لي شيء، انا شكلي حبقى محبوسه هنا. راح اسويها وادور عليه. من كل عقلك ده تحكين؟ شنو هالهبل هذا؟ انت الهبله. راح يلقاني، هذا رمز هاي الوحمه يا ذكيه. هاي اجا بابا. حق انتظر حتى تكبر زيليش بصبر العالم كله. أهلا وسهلا يا بيك. بارد وحاط حدود. شنو هالمرية الحلوة؟ منو هاي؟ ما أدري، أكيد صديقة بابا الجديدة. أما بالنسبة لنورتن ما عجزت وظلت تنتظر بتها. روح يا زمن وتعال يا زمن، اليوم اللي كانوا الأسرار محضرين له من سنين طويلة اجا. زليش شنو هالجمال طلعت خبلين صدق، أنا غرت منك هواي. شبيك؟ ما حبيته أبدا، مو مثل ما تخيلت. عرفتي أخويا ما حد يحبه من النظرة الأولى، هو ثقيل شوية، بس لما أنت تتعرفين عليه أكثر أكيد راح تحبيه.
لك راح تصيرين مرت اخويا واني راح اكون حماتك. اهدي اهدي، هاي خطبه لحقتي تزوجينه؟ لازم تخلصين من الاحلام وترجعين للواقع. شوفي شقد حلوه هيك. انا وانتي نعرف زين انه هذا الفارس ما له اي وجود. مو مثل ما تخيلته اني ابدا. ليش؟ شنو اللي كنتي متخيلته؟ هاي انتي خاله نجلاء؟ يلا نزلي تلبيس الحلقات بعد شويه. انا راح الزمك وموتك. سيدي منو راح يلبسهم المحابس؟ أنا ما أفهم بهاي القصص، لبسهم أنت. هو هيك. شكو بابا؟ لك روح اهتم شوية بالبنية يا أهبل. هسا شو تريد اهدى شوية؟ قلت لي خطبها وهاي خطبتها، شو تريد بعد؟ زين خلص هسا روح. شلون الساعة؟ مو طبيعي. ما عجبتك؟ أنا كلش آسفة. هاي سويتي؟ ليش هيجي؟ آسفة مو بمادي، آسفة. أنا آسفة كلش. يا ربي. شكلها خطيبتك مطفي على خير. صار اللي صار، خلص حبيبتي. مو معقول، صدق مو معقول اللي صار ويانا. شنو هالفضيحة هاي؟ شنو القصة؟ يا الله يا وينك انت؟ تعال عاد، اعرف انت قريب مني فد مكان حاسبك، يا ريت تجي وتخلصني. تعرف شنو؟ اذا لقيتك مو مصلحتك، لانه اوعدك رح تاكل مني كتلة مرتبة وتشوف. شكو
شنو صار؟ منو هذا؟ لك الساعة؟ أخذ ساعتي؟ منو هذا زيليش؟ منو هذا؟ شنو صار؟ راح؟ احكي شي زيليش. ليش تصيحين؟ لقيته، لقيته. شبيك؟ احجي شفو. شنو؟ خوفتيني. احجي لي شفو. يا بنات بيكم شي؟ بخير بابا. دخل حرامي على البيت. طلع حرامي. راحت الساعة بابا. فهمني بوجودكم كلكم على الباب، شلون دخل هالحرامي؟ صدقني ما أعرف شلون، كنا برا بس ما شفناه. شيكت الغراض باباك شغلات مهمة، إذا تلقوه يكون هواي أحسن، وإذا ما لقيته ماكو أي مشكلة همين. عمو قلت لك راحت الساعة، يعني لازم تلقوه. هذا اللي شاغل بالك هسه ساعتك وبس. يلا شوف يوم الحذاء. من كل عقلك حتى يلزموه يحبسوه بعد ما شوفه أبدا. زي ليش؟ ايش راح تسوين اذا شفتي طلع حرامي اصلا؟ انت وين رايحه تشوفي؟ مع هذا افتحوا عيونكم زين ماشي. هاي سمعت كلامي؟ عفوا سيدي. ركز وياي، وين مخك سيدي؟ هسه نلقى لا ينشغل بالك، خلص لا تشيلون هم. انت مو معقوله. يا بنات دورنا بالمنطقة كلها وما عرفت على شنو ندور، أصلاً ما فهمت مسألة الحذاء هذا. شبيك كنان؟ هاي مشروع على مود الجامعة بس يشوفوك دي ينهزمون لأنك مشغل الضوء مال الشرطة فوق راسنا، وما دلاقي اللي ندور عليه هسه. اسمع، أنت إذا تريد تروح هسه إحنا ندبر راسنا هنا مو مشكلة. ها؟ لا يا أنسة، أبوك راح يقتلني. لدينا وضع طارئ، على الدوريات القريبة الانتقال إلى مكان الحادث. هسه أنا لازم أروح. انتبه على تليفونك، اذا خلصنا اتصل بك واقول لك. تمام ماشي اتصلي. انا دا احكي اصلا. روح يلا روح. مالتم يا ريت لو بقوا ويانا، انا كلش خايفه. تعالي تعالي، هو ويانا صعبه هوايه انه نلقاه. ماشي زين اوقف شويه. وين صار الشاي؟ ايش تاخر؟ صار لوقت. شنو خير يا حلوات؟ تدورون على حد؟ ندور على صاحب هذا الحذاء. شباب اكو واحد منكم يعرف صاحب الحذاء؟ ايش دا يصير هنا؟ هو مو هنا، تفضلوا من هنا يلا، ولا يصير بكم مثل فيلم من السبعينات معاذ الله. احنا رح ندفع فلوس هواي لصاحب هذا الحذاء هنا. دفعي راح يفوت. ما راح يفوت، مو قياسك. ايش راح يفوت؟ صبري. قوم اخ انتظر دا اجرب. قوموا لك. جربي. همين ما فات،
شنو دخلك انت؟ قوم من يمك، انطي دور لغيرك. ايدك عني، ايدك عني، وفوني خلاص ورمة. اطلع خلاص ورمة. شفتي شفتي، تفضلي هاي ما جايبك. انت ما شفتي الاشكال اللي هناك؟ هو راح يكون مثلهم همين. يلا كنان. اف يا الله، عاد الشبكه يا الله. فوه. هاي شفتي؟ لا بلش، لا تصيحين، حركي ولك، امشي. زلي حركي، امشي قدامي. يلا عوفني. شفتي دا اقول لك؟ شوفيني شنو عندك فلوس. يلا راويني راويني، خاف ضمتها هنا. لا تصيحين، اعطيني الفلوس اللي عندك. يلا جيبي هديها، جيبي داقلي. لا تصيحين. زليش زليش، انت زينة؟ انتو بخير يا بنات؟ ها؟ زليش ليش شبيك؟ كنان كنان كنان، اوقف. زليش زليش، قومي قومي. زليش يلا بنتي قومي، راح يقتلونا هنا. قومي لتقومي، عاد امشي. زليش يلا. ليش ما مصدقتني؟ مدى اكذب عليك اني ملتم. سمعيني اوقفي بس دقيقة. والله مدى اكذب، شفت اللي برقبته كان القلادة مالتي بيها حرف زاد وزين. زليش حطوا السكاكين على رقبتنا قبل شوية. انا بالاول رحت وياجدة اضحك، وعلى مو تريحين قلبك وتخلصين من هالانتظار. بس لا تنسين انتي مخطوبة هسه من اخويا همين. زليش يا شباب، الشاي وصل. وصلوا ومهيئ، اللي ما يشرب راح يندم. اوبا اخويا، تريد شاي؟ اوه ايش سويت؟ يا الله وين راح هذا؟ اوه احترقت 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 يا ربي. اوه شلونك ولك؟ زين عمو. ولك؟ عمو زياد. تعال هنا يلا. زياد أخويا، زياد أخويا، زياد أخويا، زياد أخويا، زياد أخويا، زياد أخويا. تعالوا شوفوا أخي زياد ضرب براسه. ولك يا وكحين، ليش تبروها براس الرجال هيك؟ صاحبك يا عبد الله صار يراد لمستشفى هسه. ولك يا اغبياء، روحوا روحوا، يلا روحوا من هنا، روحوا. ما يقدر يلحقنا هسه. لا لا بس. امي جاله، اخذي. تسلم ايدك ابني. والله مو على مودك بس، على مودي هم. مدى انام من الصبح من قحتك بالليل. اخذي الدواء دا نعرف ننام. يلا أنا اسمحوا لي. Oh.
هلو، انت يا بنية؟ أنا وين؟ إيش قد الساعة هسة؟ أنت بغرفتي، هسة الساعة 5. يا ربي بابا، تأخرت، أنا تأخرت هواية. أنت حلو كلش. وين كنتي لهسه؟ خلا نشلا والله جرح يوقع قلبي. وين كنتي؟ قابلتي كمال؟ لا، بس لا تقولي البابا بلا زحمة. تمام، صعدي على غرفتك حتى ما يشوفك هيك. هالمرة رح تبقى بيناتنا بس لا تعيدي. ابني انت من وين طلعت؟ نورتن شوفي منو اجى. شوفي هذا زاروك مو مصطفى؟ كل اللي يروح لازم يبقى اليوم يتعشى ويانا. تمام انا هنا، ما راح انهزم. عمو مصطفى هاي الصناديق انطيهم للمختار حتى يوزعهم للمحتاجين، تعرف مثل العاده. ابني تبوق من الناس وتجيبها لهنا واحنا نلبس الاولاد منهم؟ بس حرام، هم همين يبوقون منك عمي مصطفى. خالة نورتن عاشت ايدك. ألف عافيات ابني. عمي مصطفى هاك، هاي همينة حرام. ها شوفني. لا مو حرام، هاي مو حرام ابني، ما بيها ضوها، ماكو شي وحدة بأضوية من الجوانب. ايه مصطفى جيب الله، كل اللي يطلع لك تجيبهم لهنانة، جمع لك كم فلس الروحك همينة يا ابني. والله أنا زين هيك يا خالة. شوفي الولد ذكي، لما تجي الفلوس يروح العقل. إيه. بس شوف عمك مصطفى عنده عقل الدرجة، ما عنده فلوس أبدا. إيه اللي قلتي صحيح.
يا ريت لو أقدر أرجع لكم إياها. أخي زياد تقدر تكسر هاي الطابوقة؟ امشوا امشوا روحوا روحوا منا يلا روحوا منا يلا يلا روحوا روحوا. دا دور على واحد تقدر تساعدني حبيبي؟ عفوا أكو أحد هنا؟ معقول تديرون تليفوني؟ يا عمري. ألو زريش كمال هذا أنت؟ أنا طبعا منو رايح تشوي وياك هذا الحكي الحلو على التليفون يعني؟ بلي راح نجتمع أنا والشلة عندي بالبيت. أنت تعالي أكل وشرب وموسيقى وقعدة حلوة. يا أنا أحكي أبوك. بطني دي توجعني ممكن ما أجي؟ ها؟ أحسن أبقى وارتاح بالبيت. ألو؟ ألو كمال؟ زريش. ألو؟ زريش. ألو؟ أوه. هاي الصورة حلوة كلش. لا تخافين، إذا رح تسألين عن وقت الساعة 4 مو مشكلة، أنا عندي وقت لليل. أحكي يلا. شنو؟ أنت ليش دا تحاولين ترجعي لي حذائي؟ شنو اسمك أنت؟ زاروك. زاروك؟ بالكاف ولا بالغين؟ زاروك بالكاف. زاروك. أها هنا يسموني زاروك الولد. أنت شنو اسمك؟ زليش. آه الزاي اللي هنا من اسمك؟ لا بالحقيقة مو هيك، هذا اسمك. شوف شنو شايف؟ والله ليش برأيك مكتوب حرف اسمك هنا؟ ما أعرف. وأحمد ولادة منين ولدت؟ ومن حرف الزاي اللي هناك أهلي سموني زليش. بس شوف برأيك ليش الحرفين مرسومين على القلب؟ يمكن حلم طفولي، بس هيك شي منحط على الإنسان شو رح ينفهم غير؟ أنت برأيك هاي صدفة؟ أي صدفة. شوفي كل الغراض اللي بالمبنى يتغير مكانهم، لأن كل اللي هنا حرامية. إذا عندك عقل تكتبين اسمك على أغراضك. شوفي بكل مكان، شوفي هنا هنا أكو هنا، شوفي شوفي هنا. شوف
هذا حرف اسمي. شوفيني بعد مرة. يمكن مو حرف اسمي، يمكن ده تدورين عن صاحب زياد، عايش جوه هنا بس هو مخبل، ولد مرتب، أصيحة؟ بلاش قهسته. زين تمام تمام، لنفرض إنه هذا أني، لقيتيني، شنو راح يصير هسه؟ ما أعرف، المهم تعرفنا، خلينا نصير أصدقاء. أني لما جيت على بيتكم مو كان عرسك؟ كانت خطبة. خطبة أو عرس شنو راح تفرق؟ أبو الشاب اللي انخطبت إلى عمو سليم شريك بابا بالشغل، أبويا رباني ويا ضغوطاته هواية، شوكت ما أطلع من البيت يفكر أنه راح يصير وياي شيء. شلون جيت لهنا؟ إذا يعرف أني جيت هنا يذبحني. ها. فكرت إذا أتزوج راح أقدر أسس حياتي الخاصة بي، ولهذا ما صعبت الأمور هواية. ييه بس هو كلش ذكي، ما أحب أبدا، رايح جاي بس يتفشخر لأنه أبو مدير الشرطة. يلا روحي أنتي، يلا تعالي تعالي، هات شخذي هذا همين. ماكو داعي للخوف أبد، أنا ما راح أضرك أبدا، إذا بقت هاي برقبتك راح أفرح أكثر، بس ثاني همين أريد منك شي غالي. هدايا عندك؟ ما أقدر أعلق برقبتي. أنطيك هاي؟ يي لا دخيلي، خلي هاي عندك. شوف هاي مثلا. هاي لا، هاي شي غالي على قلبك، خلي عندي لو مستحيل سمحت. يلا يلا يا بنية روحي انت، يلا 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 يلا. شي منك. تمام 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 تمام. بعد كنا مندمجين بالحاجة، شنو راح تخسر؟ انا اريد اعرف عنك شغلات هواية، مثلا شلون ماشي حياتك، مثلا شو يعني اسمك، مثلا من اصدقائك. هذا هو هناك بيته، لازم هسه نلزمه ونعلمه الادب. منو هذول؟ راح اقول لك منو هذول، اصدقائي. زين شو يريدون منك؟ ما أعرف، يمكن يريدون يقتلوني. شنو؟ ليش؟ انهزم من هنا الله يوفقه. يعني أنا أخذت منهم شغلة تخصهم. رجعها لعاد. ما أقدر بعتها. أركضي أركضي أركضي. شوية شوية، انتظرني انتظرني، لا تركض هيج. أسرع أسرع أسرع، يلا. لا 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 لا. تريدين نحكي وياهم ما يفتهمون علينا. انت زينه؟ ها؟ ايش انت كلش متحمسه؟ شنو رايك هسه؟
متأكدة أنه بعد تريدين تعرفيني؟ إيه؟ مخبلة أنت؟ إيه. بس لو تشوفهم بابا شلون رضوا علي هم الكل، بس أنا ما أعطيت أحد منهم دعتي. إيه هو أنا صار أحد يقدر علي أنا. Don't give up. لا تلعبون هنا يا ولد. Been so long in your sight. Don't give up. Cause we. شنو هاللعب هذا؟ ولا تحملون أي شيء من مسؤوليتكم. صوريني يلا. ملعونة حلوين بالصورة. خربت الصورة بسببك يا زارو. هسه شوفك. يلا شنو؟ ليش دا أحكي صدق؟ ليش دا تضحكين علي؟ لما ترفعين الجير السيارة تتزحلق من ورا، وبعد ما تتزحلق بسرعة انطيها بنزين والتايرات تدور بمكانها. شلون يعني؟ تفرج علي زين والمرة الجاية راح تفتهمين. ليش لحد الآن ما حكيت شي عن أهلك؟ وين عشت؟ من أمك وأبوك؟ عشت بالمكان اللي لقيتيني بيه، كتلة والرجال اللي رباني واعتبرته مثل أبويا، مات قدام عيني، ما علينا. بعدين عرفت إنه هو ما كان أبويا الحقيقي، ما حد يعرف منو أنا أو من وين جيت، كل اللي يعرفوني ماتوا. أسئلة ثانية يا أميرة. حياتي همين مو مختلفة عن حياتك هواي مثل ما عبالك. يمكن ما عشت مثلك بهاي الظروف التعبانة. أنا همين ما عندي وما عندي بس أب. معقول يكون القدر يريدنا أن نكون أنا وأنت سوا؟ يلا هسه روحي. وين؟ على بيتك. فهمت. طولناها هواية.
شنو اللي طولناها؟ شوفي، انت تربيتي ببيت تمام، واني تربيت بالشارع، احنا مختلفين وبالاخير راح تخسرين. كل الحكي مو مهم، انا كلش مرتاحه وياك. ما شايفه اختلافنا؟ حكيش مو معقول. غلطان. قولي شنو شايفة هناك؟ انتي هذا مكانك، اني يا دوب اقدر ابوك شغلة صغيرة منك. افتهمتي هسه؟ زليش، ولج زليش، لحظة. فوتينا بمصيبة. عجبتك وانيدا ابوك ها؟ انت وين كنت لي هسه؟ بابا اني اسمع شنو خلص انا كبرت بابا، مو من حقك تحرمني أعيش حياتي وتضل تتدخل بكل شي دا أسوي، تطلب مني أسوي شغلات ما أريدها. ما أريد أقلل من احترامك، بس صار شي لازم أحكي لك يا وأنت تسمعني بابا. نجلة أخذي على غرفته وممنوع تطلع منها لي حد ما أني أسمح له. هي بأمانتك، سوي اللي عليك وحاولي ما تضيعي لي صبر هالسنين على الفاضي. شنو مطلوب مني أسوي؟ ما راح أقدر أقرب من البنية،
أدزلها ألف رسالة ما ترد عليهم، أتصل بها ما ترد. دا أحاول بابا. شنو دا تحاول ولك؟ شلون دا تحاول؟ عقلك وتفكيرك بالسيارات والصياعة والسهرات. ابني احنا مو حكينا بهالموضوع، انت مو قلت لي تمام لا تشغل بالك، وقلت انه خلال 3 شهور راح تقدر تخلي هاي البنية تحبك؟ ها هذا الحكي قبل الخطوبة بابا، وشين دا اسوي؟ بس شفت بعيونك شنو اللي صار ورا الخطوبة. الخاطر عمو حقي مدى اقول شي بس وصلت لهنا. ها انتبه على خطيبتك، اكو واحد حايم عليها، خلونا نخلص من قصة الزواج بسرعة. طول بالك شنو يعني اكو واحد حايم حواليها؟ لا تنسى انه هاي البنية خطيبتي. قولي منو؟ ملتم، منو هذا الشاب الحايم ورا زليش؟ ها؟ أنا شعرفني يا أخوي ما أعرفه. شوفي بنتي، أنتوا الاثنين صداقتكم قوية، قولي لي بنتي أكو واحد ثاني؟ لازم تحكي لنا خاطر مصلحة زليش. ها؟ شاب اسمه زاروك بابا. زاروك؟ مثل ما كلنا نعرف هي أكو عندها فكرة بخصوص الوحمة اللي عندها من ولدتها أمها. زاروك، شنو هذا الاسم؟ وين أقدر ألقاه حتى أروح أكسر له راسه؟ ها؟ ما تحكي لي عنه لأن ماما فقتها على التصرفات اللي دتسويها. بس حسب اللي شفته هي ما حبته، معتبرته صديق عادي. يعني أفهم إنه تعرفين وظليت ساكتة؟ لا، هي مدى تحكي وياي لأن معصبة منها. بس من فترة صورتهم صورة موبايلي. انطيني أشوفها. هذا؟ هذا؟ إيه هذا. أقدر أشوف الصورة لو سمحت؟ مدى أصدق؟ وين صورتهم هالصورة؟ أدور على زاروك. ومنو حضرتكم؟ شو عليك بهالحكي؟ وين هالتافه؟ منو دا يدور علي؟ تذكرتك. ليش دا تدورين علي؟ نقدر نحكي لوحدنا؟ روح شباب. تعرف شنو اللي خلاني أجي لهنا؟ جبت الطفلة واستلمت الفلوس ونسد الموضوع. زعلت على أبوك، بس هيك شان لازم يصير. وأنت ابن الوحيد، وتعرف أني ليش جيت عليك. نقدر نتفق؟ هذاك مكان أبويا، وعلى شنو رح نتفق؟ خليك بعيد عن زليش، ده تفهم؟ إذا اللي تريده هي الفلوس فمقدور عليها، بس أنت لازم تبتعد عن زليش. ماكو داعي تتورط بالمشاكل ويا الشرطة، اتفقنا؟ وهسه خليك ولد شطور مثل ما كنت أول ما عرفتك. ماكو داعي تنكش بقصة صارت ونست بالماضي. فهمت ولك؟ ها؟ بو علي فهمت؟ إذا أشوفك وياها مرة ثانية راح. أنت راح تموت، موتك على إيدي ولك، أوعدك أنا راح أقتلك. اسمعني، إياك تقترب من زليش مرة ثانية، وقتها ما راح تشوفني لوحدي جاية لهنا. امشي يلا، امشي. Thank you.
لقيت لك اياها. ايه واخيرا لقيتها، ما راح اتركها تروح. أنت هنا؟ قلبي دا يوجعني. إذا قلبك دا يوجعك أنا قلبي وقف. خذني وياك منه. حقي بيك. ساعدني رجاء. شكرا لك. من اليوم ورايح أنا وياك وأنت وياي. هسا ايش راح نسوي؟ راح نبدي حياة جديدة. يعني مثل اللي بالقصص؟ ايه. ولو انه قصتنا بالمقلوب. شنو؟ يعني راح اخذك من الغنى وخليك تعيشين بالفقر. جاهزة تصيرين فقيرة؟ طول ما انت وياي جاهزة لأي شيء. ما له اسم، بس الناس اللي تعرفها تعيط لزاروك. ولما ما تحلمي ظل وحده، عنده سوابق سرقه ومطلوب تهم هوايه همينه.
شرطة المدينة تحت أمرك بابا، قلهم يلقونا إياه. إذا تريد نروح على النيابة همين، ونمرط روحنا بيدي أنا هم. سيدي أكو ناس برا دا يقولون إنه يعرفون زاروك. إحنا ما بقنا شيء، زاروك هو اللي باك. زاروك باك كل شيء، إحنا ما بقنا شيء. اللي هذول هسه إحنا اللي لازم ندور عليه ونلقاه، ولا شغلتنا كم شهر وراح نخسر كل شيء. لا تقلق، بس خلينا ندعي يكون موبايل البنية وياها وراح نلقاهم. أسفة هواية، كل هالشي صار بسببي، ما كان لازم أحكي لهم شي. وين ما كنتي لا ترجعين لهنا، أفرحي أكثر صديقة تحبك بكل هذا العالم. وين إحنا؟ واو هالخرفة إيش قد حلوين أمانة. أقول لي منظرهم وعبالك لوحة حباب. وقف هنا شوي حباب. بوم بوم حالي مجم جم قلبي ما تسري geçemiyorum uyuyamıyorum deli mi oldum aç avuçlarını da tut 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 kalbimi bende durum vahim senin daha aklın başındaysa bana söyle başıma neler gelecek uğra kalbime uğra kalbime mutlaka bak senin olur ben Bak senin olur belki uğra kalbime mutlaka طايرة من الفرحة. حبيت المكان؟ هذا الفقر تشد تحكي عليه؟ يعني يا ترى الأميرة الحلوة عندها أمنية ثانية وحابة تحققها؟ يا ريت لو كان عندك قوة خارقة مثل أبطال الأفلام، هالشي كان راح يكون حلو هواية. برأيي أنت عندك هالقوة بصدامها، تقدر تفوت من الشبابيك وغيرها. أفكر بيك أشوفك صرت قدامي، أكيد أنت تطير بصدامها. شنو هالحكي؟ لا أنا مو هيك. عندي هدوم مكتوب عليها حرف الزاي، هاي الهدوم اللي يلبسوها الأبطال، مو حلوة. يا ريت لو كنت تطير، كان تاخذني وياك ونطير بالسماء. كل ما نكون زعلانين نطير بعيد. ما أقدر، بس يمكن إنه أقدر أقدم لك أكثر شيء فرحك. هاي شجرة أماني. صدق أكو شغلات مثل هاي بالحياة؟ كل من عنده شيء ينتظره بالحياة ويتمنى يجي اليوم ويتحقق. برأيي هاي الشجرة تخلي هذا الأمل عايش. قولي لي انت شنو تتمنين؟ يا ريت لو تقدر ترجع لي امي. طول عمري انا كنت حابه اعرف شلون تكون حنيه الام. يعني اذا اجيب لك امك تحبيني اكثر؟ اكثر من هسه طماع. انتظر هنا. وين رايح؟ راجع لك.
ساعدوني ساعدوني. انه التافه اللي يجي بهذا الوقت. ليه جبت لهنا؟ وينها؟ جوا. تعرف؟ بعدها ما قعدت. ايش سويت بالبنيه ولك؟ انا خدرتها. زين وين التافه؟ هي انا جوا بصندوق سيارته. شنو اسوي؟ انتظر الباكر، ابوك راح يقول لك ايش راح تسوي. انت ظل هنا يم راسه، لما تقعد لازم تفهمين منها اذا تعرف شي لو لا. امرك يا بيك. اسمع، باكر الصبح اول شي نرتب الزواج. القصه تعقدت. اهدي اهدي، ايش راح اسوون بي؟ ايش تريدون مني؟ عفوني. اهدي اهدي شويه. قعدي بنتي، انا ما جايه اذيك، انا هنا حتى اساعدك. اسمعيني لو سمحتي شويه، وراح يجي ابوك وصديقه، وقبل ما يجي لازم احكي لك شغله مهمه كلش، يمكن ما اقدر احكي غير هسه، بس لو سمحتي لا تعيطين. أمك كانت مريضة وضمت مرضها عن حقي بك. قبل ما تموت كانت تريد يجيها ولد، وهذا هو السبب بزواجها من حقي بك. بس للصراحة يا بنتي، عين الحقي بك كانت على ثروة أمك. لما ربا خانم عرفت أنها حامل وقفت كل الأدوية اللي كانت تاخذها على مد ما تأذي الجنين، وبوقتها ما تحملت النزيف بالولادة. بعدين خسرناها هي والجنين اللي ببطنها. بس قبل ما تموت كانت مجهزة وصية تقول إن الثروة تعطي للجنين، وبوقتها كانت أكبر صدمة لحقي بيك، بس بشرط واحد، إنه الجنين ما ياخد شي من هالثروة إلا يكبر ويتزوج. وكاتبة همين إذا يصير أي شيء لهالجنين هالفلوس تروح للجمعيات، وعلى مود إنه حقي بيك يحط إيده على هالثروة. كان يريد طفل يظل وياه، وإحنا خطفناك. حقي بيك مو أبوك. انتي تقولي خلنش؟ لا. ركزي وياي، نفذي كل كلمة يقولوها وتركي لهم الفلوس، بوقتها راح يتركوك تعيشين حياتك.
بنتي شلونها بنتي الحلوة؟ متت من خوف انه يكون صار لك شيء. هم زين صرتي زينة بنتي، لهذا ما كنت اخليك تبعدين عن عيوني. ولد الحرام هواية، من اليوم ورايح كل همين تكونين بين ايادي امينة، الكل موجودين، سليم بيك مأذون المحكمة. خلي خالتك نجلاء تجهزك، لا تزعليني منك، تمام يا بنتي؟ لا تخليني اسوي شغلات تزعلك. أنا جهزت كل الأوراق، ما ظل غير أن أتوقعهم. بعد عقد الزواج بفترة تتحول الأموال لحسابها، ومن حسابها تتحول لحسابها الثانية. وش قد هو المبلغ؟ تقريبا فد 200 مليون. بابا ثانية. قولي وين أختك هسه؟ شو معرفني بابا؟ هذاك الوسخ بصندوق سيارته شو سوي له؟ شمره من السطح. هو مو حرامي؟ وقع وهو دا ينهزم، حطوا له شغلات مسروقة بجيوبه. شوف هاي آخر مهمة، وإحنا هسه غرقانين بهالقصة، ما رح أسمح المخلوق على وجه الأرض يضيع لي تعبي. من عيوني بابا، أمرك. من أمي؟ ما أعرف. ولك تعال يلا، جاهز تطير انت؟ ها؟ قل لي جاهز تطير؟ هاي البنية خطيت شلون تسترجي؟ شنو؟ ما كفاك؟ يلا بابا هياني جاي. تعال بسرعة. اي جاي جاي. جيبو اتركو. تعال هنا. شوف باوع هاي البنية تنعاف ها؟ بس لو انك ذكي وما عقدت الامور على نفسك كان اترك لك اياها بعد ما استعملها على الخفيف. اشكر ربك انه ما اريد اصرف طاقه اليوم، راح احتاجها بعدين. خسرت. لما تهدي الحركه جوا شمروه او سووا اللي تردون به، المهم يموت. تمام يلا تعال. أوه غالبا حضرتك العريس، شكلك متوتر. ايه متوتر هواي بهاللحظة، راح اموت من توتري، راكض من مغامرة الثانية. عفوا هيج تشاق. بس اوعدك اني راح اضل وراك وين ما رحت، اني لاحقك وراك، يعني ماكو مهرب، انت وقعت بايدينا.
اقعد اقعد، انتظر انتظر، يلا شيت يلا. هي أنا هناك. شلون يا شرطة؟ لا تشيلون هم، أنا أدبرهم. الوضع كلش تمام. يلا روح شايد. يا ريت لو كنت تطير، كنت تاخذني وياك ونطير بالسماء. كل ما نكون زعلانين نطير بعيد. حبيبتي راح منكم مسؤولية كاملة. أوقف، وخر منا وخر. إيش تسوون؟ شغل الدوش. أخذها يا أمها ابني.
ساعدوني، لكم ساعدوني. سويتيها بعد، لا تتوترين هسه زين. لازم أخذك على المستشفى هسه. أنا زين، كملي طريقك. خذني يا أمي هسه. لازم أخذك على المستشفى هسه، أنت مو زين. دير بالك، يا اشتغلتين هالغلطة راح يقونا هناك. لا شكلك كنت تعرف كل شيء. كنت صغيرة كلش، أمي كنت تضرة رجعتك على طول. تعذبت هواية، انت شو معرفك بكل هالحكي؟ زيلي شاني اللي خطفتك منهم. زاروك، زاروك اقعد، زاروك لا تعفني، زاروك زاروك لا تعفني، زاروك زاروك لا تعوفني، زاروك اقعد، زاروك زاروك لا تعوفني اترجاك، زاروك يلا اقعد، يلا اقعد زاروك، ساعدوني، احد يساعدني، لكم ساعدوني، ساعدوني يا ناس، انتظري هنا لا تطلعين، دخيلكم ساعدوني، ساعدوني، احد يساعدني اترجاكم، ساعدوني يا ناس. ماكو أحد يساعدني، دخيلكم ساعدوني. آه.
مصطفى احكي لي شنو اللي صاير ليكون هذا الولد خاطف هاي البنية؟ واني شو معرفني؟ مبين صاير شي، مو تشوفين الولد حالته مو زينة؟ البيطري بالقوة داوى. صوتك انت لانك ما خليتني افوت واسأل البيطري شنو اللي صاير. كافي تنقيني يا نورتن، نص صوتك. المهم هسه تروحين وتجهزين الجبن والزيتون حتى بس يقعدون يتريقون. يلا يلا يلا. اف اف مو طبيعي انت يا مصطفى. لا اله الا الله. اكلي بس خلي الغيرج، انت تاكلين على طول تركي الباقي الاكل غيرج. يلا اكلوا يلا اكلوا. ابني ليش قمت؟ ما يصير، لازم ترجع على فراشك وترتاح، ما يصير توقف على رجليك. يلا ابني روح ارتاح. زاروك احكي، دا سمعك احكي لي ابني شنو صار وياكم. يلا ابني احكي لي شو صار وياكم. ابني شكو احكي لي شكو صاير. انت زينة؟ لا تخافين بنتي، ما حد راح يقدر يلقاكم هنا، لا تخافين. أكيد أنت جعتي، أكلي كم لقمة بالأول وبعدين نحكي، لأن بصراحة ناوية أحقق وياكم وتحجولي. شنو هالوجه الحلو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. شكراً إلك. شنو هالمكان الحلو؟ وين هاي؟ شنو؟ ايه قريتنا. اجيتوا منك انتو؟ صار شويه مشاكل، انهزمنا وجينا لهنا وصارت مشاكل هنا وما قدرنا ننهزم وبقينا. انسي، لا تخليني الشاي يبرد، بعدين نحكي. اذا اردتي اي شيء انا موجوده برا، جبت لك شوية هدوم حتى تبدلين هدومك، بدليهن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بنتي الحلوة. بالله زاروك أفندي، أوف منك يا ابني. يلا فهمني شو مسوي بحالك؟ بس تعرف البنية كلش حلوة، عافية عليك. هاي الشي غالي على قلبك، خليها عندي بلا زحمة. مستحيل، كل من عنده شي ينتظره ويتمنى يجي اليوم اللي يتحقق. أخذها يا أمها ابني. سامحيني على اللي سويته بيكم، أنت أم حقيقية. ليش أنت شنو سويت بينا ابني؟ انت طول عمرك زين ويانا ابني، ها؟ هالبيت بيتك يا ابني. مصطفى ما تركني، وانت همين بحياتك كلها ما قصرت وياي يا ابني. خلصت الحسره يا خاله، خلصت الحسره. شنو؟
أمي؟ صدق دا تحكي إن زاروك قمز من هذاك السطح؟ أنت كنت تريده يقمز مو؟ إي طبعاً. زين، يعني زاروك مات؟ أخي هي أنا هنا. آه يعني زاروك ما مات مو هيك؟ لا عمي قادر ما مات. الأشرار نالوا عقابهم والخيرين هم اللي ربحوا وكملوا حياتهم. معناته قلنا ليش زاروك فات على السجن؟ هو كان مسوي كم مشكلة صغيرة وقبل شوية قلت لكم وأخذ وعد على نفسه ما يسوي يلا مشاكل زارك بعد. يلا شكلك ما ناوي تطلع أنت أصلاً على مود هيك عافوه. آه يا زاروك دائماً هيك تبتشيني. أنا إيش راح أسوي ويا الأولاد؟ بكل جاي لهنا راح أحتاجك تساعدني. أخي احكي لهم بس لا تتوتر. إيه لا تنسى تمر علي، عندي كم موضوع أريد أحكي لك إياهم. زين أخوي الغالي، أخوي الصغير، سلام. سلم على زليش. يوصل زاروك لا تطول الغيبة.
اشتاق لي شوية يا أخي. ماشي؟ راح أطول. رايحين؟ أنا رايح على المدينة. تريدين تروحين؟ يعني لازم تخطفني بكل مرة؟ هالمرة أنا متطوعة، وين ما تأخذني؟ ليش يا بنتي عوفيني، أنت ما يجي من وراك غير المصايب. أنت ليش حرامي فاشل؟ يعني وياي 200 مليون ما تريد تخطفني؟ صدق؟ كلها صارت إليك؟ إذا ألقى عريس راح يصيرون كلهم إلي. أكو زياد صديقي؟ لا تخربط بالحكي.